موضوع التاني بقى زي ما بقول لكم اللي هنتكلم فيه النهارده، موضوع خطير جدا 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 وراجعين كلنا قافلين منه جدا جدا. يعني طالع راضي المصور بيقول لي انا مش عايز اكمل الاوردر، كانت الساعه 5 الصبح مثلا ولسه رايحين مش عارفه الخصوص والقليوب والقليوبيه، اي مش عايز اكمل يا ريام الاوردر. تقولي اي لا، انا اللي شفته دلوقتي ده قفلني من الحياه. انا مش هحكي كتير، انتوا تشوفوا بنفسكم. تعالوا نروح لفاصل ونرجع عليه. الست اللي جوه دي وحطوا صورتها على الفيسبوك وقالوا ان هما بيستنجدوا بأي حد يجي يشوف الست اللي عندها 74 سنة وقاعدة لوحدها. جت في عائلة خير مش عايزة تطلع معانا، وهي اللي اتصلت بينا. دخلت جت لقيتها قاعدة وسط يعني الفائض بتاعها، يعني ما بتقدرش تدخل حتى الحمام. غيرت لها ولبستها وبتجيب لها أكل، ولكن هي سايباها لوحدها هنا. عايزين نعرف الست دي ليه قاعدة لوحدها، وليه وصل بيها الحال ان الناس اللي حواليها في المنطقة يحطوا صورتها على الفيسبوك. السلام عليكم، ازيك؟ عاملة ايه؟ كويسة؟ ممكن اقعد هنا؟ ايه بقى انت قاعدة هنا لوحدك ليه؟ ولادي وبيعوجوني في الريش. ولادي ما بيعرفونيش، بس بنتي اللي مسلمتها. جوز بنتك بيعمل ايه؟ هو اللي بيسلطهم، اللي هو فتره العشاش اجتماعي الشقة، ولا عامل اعلان الوراثة، ولا حضرت جلسة، ولا حضرت حاجة. اعلان وراثة ايه وانت عايشة؟ اعلان وراثة لما جوزي مات كاتب الشقة ورث، هي مش ورث، يعني انا فيها بقالي 50 سنة. عايزين اترمي في الشارع؟ عندي 3 بنات وولد، محدش منهم بيعرفني خالص. Thank you.
مش بيجيلك خالص؟ ها خالص. هو باين طبعا على الشقة. هات لنا يا رضي. اللي نقل الخير خدوا التلاجة والغسالة. ما خدوا التلاجة والغسالة؟ تعالي عندي يا أمه، والنبي يا ماما تعالي عندي اقعدي أسبوع. رحت أسبوع لقيت جينا نتصل بيقول لي خدوا التلاجة والغسالة والبوتاجاز. مين اللي جاب لك التلاجة دي؟ قال الخير. يعني قالوا لك تعالي اقعدي عندنا اسبوع وجيتي لقيتي انهم خدوا التلاجه والغساله وايه؟ سخان؟ سخان. تستحمي ميه ساقعه يعني؟ لا ما جبت واحد، جابوا لي واحد يعني. اهل الخير جابوا لك واحد؟ جابوا لي. لكن قبل ما اهل الخير يجيبوا لك واحد، انت قاعده ميه ساقعه؟ بستحمى بالبراد، اسخن البراد بسخن. ما في البراد مش تستحمى؟ لا ما خلوش حتى خزيني البس. يقول لي ابيع الشقة وانت قاعدة فيها. طب انت اللي كان عندي حاجة عشان تقول كده؟ هو محضر في محكمة بتقولي؟ كاتب جلسة. كانت ايه؟ مش عارفة. كان هو كان في الزنانير، هو اللي عمل اعلان الوراثة. انا ما اعرف اعلان وراثة من غير ما حد يحضر، عشان عمله بمزاجه. دي شقة أجار يا بنتي بخمسة جنيه. أيوة لسه فيها إيه؟ قعدت في الشارع يعني. وكان بيديني برشام بتاع الشباب ده اللي انت بتاع الجيم. قعدت 3 سنين اخده انا ما اعرفش ليه؟ ما اعرفش ان كان بيدول عشان يزوج. من الاخر جيت بقى مش قادرة بصرخ، بقول النبي، بقول لواحد النبي عايزة برشام. قال لي برشام اللي انت بتاخديه. قلت له برشامة حمرا كده صغير. قال لي يا نهار اسود يما ده زي التمن دول. جه اديها لي، رحت انا لفها في منديل ما خدتهاش وبعت وريها للصيدلي. قال له ده التمن دول. طب انا هديكي علاج ان انت ما تاخديهوش. وفعلا قال لي بس السم يا امي. قلت له اسم يا ابني. فعلا اداني نوعين برشام وقعدت شهر ما خدتش. ربنا اكرمني وقواني ان انا ما خدتوش تاني. عرفت ان هو بيدي لبنتي، بيديها دلوقتي سمان عشان تبقى تحت امره. اللي هو كاتب الجلسه ده؟ والولد فين؟ الولد غلبان. بقول يا ما تزعليش مني، لو جيت لك مش هلاقي اكل ولاد. ايه لو جيت لك مش هلاقي اكل ولاد؟ عشان ايه؟ شغال. لو جه يزورك يعني مش هيضيع وقت يعني؟ ايوه. وصلته قال له ما تروحش. انت ايه اللي حصل لرجلك؟ دي كده دي كده ممكن تتقطع. دي مش وصل لها الدم خالص يعني. بقالي 3 سنين دلوقتي ما رحتش للدكتور ولا حاجة. الحمد لله
طب بقول لك ايه دلوقتي، انت عايزه ايه؟ عايزه نروح مستشفى تتعالجي، ولا عايزه نروح دار مسنين تقعدي فيه؟ لازم الشقة هاخده، أنا نفسي هاخده. سيبيها له وارميها له. دي بس ما يستاهلوش يا بنتي، أنا بقالي 10 سنين قاعدة كده. 10 سنين قاعدة كده؟ هما مقاطعينك بقالهم قد ايه؟ 10 سنين؟ صوت بجد الجلطة محدش بيجيني. يعني قد ايه، قد ايه وقت؟ من سنة 2010، 2010 ما بيقولكيش؟ من شهر 12، 7 سنين؟ 12 ما شفتش وشهم أبدا. قال لي خبط، يبعت لعيالي خبط من الباب ده مفتوح، اللي بيجيني بيطلع لي بالجنينة عشان ما بقومش. يبعت لعيالي خبطوا عليا بالليل، طلبت فلوس النجدة وقلت لهم والنبي حصل كذا كذا، راح عمل محضر في القسم وبعته جابوه. معرفش عملوا معاي ايه، خوفوك يعني؟ عايز ابيع الشقة، لأن والله اللي بيع حاولت قاعدة فيها. بس البيت ما بيدخلوش حد فعلا. بص الزبالة فتح، وأنا جاية لك حاجة، وزي ما انتوا شايفين الشقة زي المهجورة بالظبط. تعالى يا راضي، واحدة بقالها 7 سنين ما بتقومش من مكانها، بيتها عبارة عن خرابة، كله كراكيب ومش نظيف، كله زبالة. الحاجات دي طبعا أهل الخير اللي شافوا البوست على الفيسبوك جايبينها جديدة، كلها اتاخدت من عندها. الغسالة هي لسه لكن هي ما بتقومش، هما اللي بيجوا يغسلوا لها. الست اللي اتصلت بينا، بص عايشة على السرير بقالها 10 سنين، مش هتحركش رجليها، دي هتؤدي بيها لغرغرينا لان الدم ما بيوصلش. حتى بص المطبخ المفروض تاكل وتشرب فيه، 4 عيال ربتهم، بلاش ربتهم، خلفتهم ورميتهم على باب جامع، شالتهم في بطنها 9 شهور. حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص. نعم، حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم البعضة، سيب عليهم من عزام ربنا. كبرتيهم وعلمتيهم وكده ولا علاقتكم؟ طلع عمري صفحة دم عليهم منهم الليل وانا كل الجيران بتف عليهم. الجيران ايه؟ بتف عليهم، يلا ما حد يسببهم كده. ساكنين فين؟ ساكنين هنا اتنين، ساكنين هنا في 4.5، واللي هي شيماء دي ساكنة في المعادي. عندك صورة دي؟ عندي بس ما اعرفش فين. المكتبه باظت ورميتها في الجنينه، مش عارفه الحاجه راحت فين. اعمل ايه يا بنت؟ عايزين نعالج رجلك اهم حاجه، لان دي سودت، الدم مش وصل لها خالص. الحمد لله، الحمد
بالله تديني ما بتتحركش خالص. انا دي جلطة؟ عايزين علاج طبيعي دول. على دلعي دلعي مش قادرة، كنت بشد نفسي بيه مش قادرة من دلعي بدراعي السليم الحمد لله الحمد لله يا رب. بس يسيبوني لحالي بقى، كل يوم والتاني يبقى تعيال تشتمني وتهزقني. والاخر الناس قال الخير، هما اللي جابوني التلاجة وجابوني الغسال، بس نفسي واحدة تردني مش قادرة مش قادرة. هننضف لك البيت ده ونجيب لك حد يقعد معاكي ونجيب لك دكتور، بس انا مش عارفه رجلك دي تاني تحتاج مستشفى. يعني ممكن اجيب لك علاج طبيعي لرجلك وايديكي، بس دي مالك تحاليل الاول. دي جاي معناها ايه؟ عندك سكر؟ دي سكر وضغط. دي سكر. الحمد لله كل اللي بيجي ربنا كويس الحمد لله. حبيبتك يا رب حبيبتك، بس بعد عني بناتك التلاتة جوزتيهم فعلا؟ جوزتيهم مخلفين وبنتهم متخرجين من الجامعة. جهزتيهم؟ وجهزتهم أنا. أنت بتشتغلي؟ كنت بشتغل. تشتغلي إيه؟ بعمل هدوم السواح. هي ايه؟ مسافر الغردقة اوديهم واقول لهم انت عايزين ايه؟ كل حاجة عايز حاجة اجيب. كنت بسافر الغردقة وارجع في نفس اليوم. الحمد لله الحمد لله. بيحبوا السواح الجلاليب الفلاحي دي اللي هي فيها كام سلسلاية كده، كنت بعملهم وأبيعهم. يعني ما بقعدش أجيب بلايات أخيطها أعمل كل حاجة. جزت مؤلات أدب أوي. مؤلات الأدب دي كلمة قليلة أوي. مؤلات أدب يشتموني. فساعات يقطع بقهم كلمة يقول لها مني الكعب زايل. والله أنا كعب زايل ليه يا ابني؟ هو أنا مجرمة؟ هو بيقول لك كده؟ أنت مني كعب زايل؟ الختم معايا واختي باللي أنا عايزه. الختم معاه ويختم اللي هو عايزه. عمل وزير الداخلية اللي يجيبه بقى، عمل اعلان الوراثة من غير ما حد يحضر. كتب اللي هو عايزه، شقة ايجار بخمسة جنيه يكتبها ورث، يخليهم يتنططوا عليا ولا عايزين نبيع الشقة عن بيت. وانت عادي بتراه ما انت عايز. انا نفسها بقالي 50 سنة اترمي لبسها بترمي في الشارع. خلاص ما تزعليش، ما قلت لك خلاص هنعمل لك كل حاجة. الشركة مش عايزين يكتبوا لي حاجة. عايزة ايه؟ يكتبوا ايه؟ انا دلوقتي من حقهم هم الشقة. انا مديتي العقد باسمي ومش راح مني ورد ولا سايبني. يعني مش كفايه ان الرفيله بيعتزوني
شتمة معايا. يعمل أي حاجة الختم معاه، وربنا برضو معاه يتولاه. إن شاء الله ربنا يتولاه. الست دي هنقول انها اوحش ست في الدنيا، ان احنا لو رحنا جبنا العيال دي هيقولوا كذا وكذا وكذا. هل ينفع تعيش في اسمه ايه، اقول ايه، الفيران ده تواليت بتاع فيران اللي في الاطباق والصواني والكوبات، ده تواليت فيران. لما أمكوا تبقى عايشة وسط تواليت الفيران وانتوا لسه على قيد الحياة، أحياء ترزقون، تفتكروا ربنا هيعمل فيكوا ايه؟ تفتكروا ربنا هيعمل فيكوا ايه؟ ده أنا مشفقة عليكوا شفقة. يعني البيت ده والحالة دي ورجليها اللي ورمة والعياط وإيديها ورجليها اللي ما بيتحركوش، انتوا ايه؟ ده احنا كل الكرو عيط وكلنا اشعرنا. وبقول لكم لو اوحش ست في العالم ايه ده؟ وللي ختم المعادة مش هنسيبك. ختم معاك بس ربنا معاها، وهنشوف بقى ختم ولا استغفر عظيم ربنا. بنشوف حاجات كتير ومأساوات كتير. بقول لكم المصور طلع قال لي ممكن اروح، كان جد. فبقول له ليه يا راضي تروح ليه؟ قال لي مش قادر. طبعا انا كنت تعبانه قوي في اللقاء ده، كانت الساعه 6:30 الصبح ولا 7 الصبح، وما نمتش من اليوم اللي قبليه امبارح. والست بتكلمني انا من كتر ما انا قرفانه مش حاسه اني عايزه اعيط، انا قرفانه. يعني هي بتتكلم وانا بفكر ازاي. عايزه اقول لكم ان المفروض ان يعني عادتي ان انا بخرج من عند حاجه زي كده او يعني كيس زي دي اروح مدوره على الولاد، مش عايزه اشوفهم. يعني انا دلوقتي مش طالعه اعمل نداء تسالوا في امكم. انتوا طبعا عارفين نفسكم وشايفيني وعارفين ان دي امكم وكل حاجه، وكاتب المحكمه اللي قال لها الختم معايا ده يا انا يا انت، انا اللي واقفه لها دلوقتي، انا اللي واقفه لها دلوقتي. وانا دي مش حاجه كبيره ولا حاجه، بس انا لما ببقى ماشيه بحاجه فيها حق ربنا بينصرني جامد قوي. مش هطلع دلوقتي زي ما انتم متوقعين اقول اسالوا في امكم وروح، لا مش عايزاكم خالص اسالوا في امكم، ولا تستاهلوا يبقى عندكم ام، ولا تيجوا جنبها خالص. احنا كلنا عيالها، احنا مصر كلها عيالها،
والله بقولها وانا قدها، وانا عارفه ان انا قدها، وانا بقول لكم انا مش طالعه اقول لكم، والنبي اسالوا في امكم وبر الوالدين، ولو سمحتوا المنظر اللي انا شفته النهارده ده برجليها دي، بالتواليت بتاع الفيران، بالبيت اللي مش نظيف، وهي قاعده يا عيني بتعيط مش عارفه تعمل ايه، بتلاجتها وغسالتها اللي رحتوا خدتوها، يعني مش عايزه اقول بس كفر عشان ما كفرش حد. قلت له تعالوا تعالي اقعدي في حته، ورحت واخدين غسالتها والسخان. السخان دي لو انا طلعت فبقول لرادز، بقول له لو احنا قابلناهم في يوم من الايام وقالوا اصلها ام عملت وسوت ونيلت مثلا، بقول له لو اسوأ ام في العالم واسوأ اب ما ينفعش حد يعمل كده، ما ينفعش بأي حال من الاحوال ما ينفعش. يعني انا بقول لكم لا ما تجوش جنبها خالص، واحنا دلوقتي على الهواء انا بعلن انا هحط 4000 جنيه مرتب لاي بنت هتروح تقعد معاها وتاخد يوم اجازة في الاسبوع تبات معاها، 4000 جنيه مرتب لأي بنت، بس بنت تبقى جامعية. أنا بعلن على الهوا أهو 4000 جنيه مرتب ل بنسميها كده بالأجنبي شادو، إنها تقعد معاها تحميها وتقعدها، لو في ممرضة سامعيني يبقى أحسن، لو في ممرضتين سامعيني دلوقتي تاخدي 2000 جنيه و2000 جنيه وتعملوا شفتين تروحوا لها، أنا تحت أمركم. والموضوع ده مش من التبرعات عشان محدش يقول بتوزعي التبرعات، احنا مش واخدين اذن ولا تصريح ان احنا نحط تبرعات في حاجه كده، مش مهم هنجيب الفلوس دي منين، لكن انا بعلن دلوقتي يا اما ممرضتين ياخدوا 2000 جنيه و2000 جنيه في الشهر يراعوا الست دي صحيا وبدنيا وينظفوا البيت، طبعا مش الاولاني، انا اول حاجه هعملها ان انا على طول هنجيب شركه نظافه تنظف البيت هنبيضه، وبعدين بعديها على طول عايزة زي ما بقول اهو موجودة على الصفحة الرسمية، ممكن توصلوا لنا على التليفون دلوقتي، ممكن توصلوا لنا يا اما ممرضتين باتنين شيفت، يا اما ممرضة متقاعدة تاخد 4000 جنيه، يا اما بنت تقعد جامعية بمؤهل جامعي تقعد ب 4000 جنيه في الشهر تنظف البيت بعد ما هنبيضه ونعمله وتقعد مع الست تراعيها. احنا فورا هنعمل لها كل التحاليل اللازمه، فورا هننضف لها، هنجيب شركه نظافه وننضف لها البيت، وبقول لكم كلنا اولادها، ولا هطلع اطلب لها مساعده ولا هطلع، بس انا بديكم بس هذا المثال، يعني في حياتي ما شفت حاجه كده، 7 سنين ما شافتش عيالها، 7 سنين لغايه ما اتحط لها بوست على الفيسبوك، فراحت الست مشكوره اللي كلمتنا اللي جابت لها الغسالة والتلاجة عايز تنقذها، ومن بكرة ان شاء الله بإذن الله هنتصرف، من بكرة هننظف البيت ده، ومن بكرة هنجيب نقاش يدهن البيت ده، ومن بكرة هنجيب لها حد يعمل لها تحاليل، وهنشيلها فوق راسنا من فوق، ولا ليكوا عوزة. عشان بس حد كان طالع بيقول لي هنروح بقى ندور على عيالها اللي بيدوها ترامادول، والتاني اللي قال لها الختم معايا وخدوا لا هقول لك كل حاجه، ده كذب وكل دي قصص. مثلا شايفين الست رجليها عامله ازاي وقاعده عامله ازاي، بتقول بقى لي 7 سنين ما شفتهمش، 7 سنين ما تسالش على امك، يعني ساعات كتير قوي واحد يقول لك ايه مثلا بقالي اسبوع ما سالتش على امي، ده يا ربنا والله 7 سنين. احنا معانا راضي. راضي ايوه استاذ، عامل ايه؟ عامل ايه؟ قولي اللي انت قلته لي لما عشان انت كنت واقف تدمع وانت بتصور اللقاء ده، وطلعت عندك قرفه شديده جدا جدا، احنا بنشوف هوايل مع بعض بقالنا 10 سنين ولا 12 سنه، اشمعنى اللقاء ده اللي طلعت بعديه قلت لي انا عايزه اروح؟ بص احنا بقالنا كتير قوي مع بعض بنشوف كل حاجه، بنشوف ناس ميته، بنشوف كل حاجه، بس الموضوع الصراحه كان يعني انا لحد دلوقتي والله العظيم فاهم يعني
انا مش عارف حتى اتفرج على اللقاء، مش مصدق ان في حد ممكن يعمل كده في امه. يعني زي ما انت قلتي، لو هي اوحش واحده في العالم، مش اوحش واحده في العالم، دول ولاد حرام مش هيعملوا كده. يعني مفيش حد يقدر يعمل كده في امه. يعني ده ديننا، يعني قال على الام: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما تقولش لامك اف، ما تحسسهاش ان انت متضايق منها. تعمل كده في امك؟ يعني هو مش الواحد ما كانش مش عايز يشتغل، هو الواحد يعني مش عايز يكمل يوم، مش قادر اصلا يحس ان هو قادر يعمل اي حاجه. وفي ناس بتعمل كده في امهاتها. انا بقول لاولادها كل كلمه وكل دمعه امكم دعت بيها عليكم او كانت حزينه بسببكم، اكيد اكيد ولادكم هيعملوا فيكم نفس الكلام، لان كما تريدين تدان. تريدين طبعا. وربنا ولادهم بس. يعني لا، ده بقول لهم في الدنيا بس، ده لازم عقابهم يبقى في الدنيا قبل ما ربنا عقابهم بيعاقب في من الدنيا. ربنا. ده ربنا ثانيه، يعني ربنا يعني يكون رحيم بيهم بس في العقاب شويه، لان اللي عملوه في امهم ده ما يتعملش الصراحه. انا مش ومعلش يا استاذه، اقول بس لامي: ربنا يخليك ليا، انت احسن ام في الدنيا. كل يا جماعه واحد يشكر امه ويبوس ايديها ورجليها. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لما ام الواحد تموت: ماتت ما كنت تكرم من اجلها. يعني ربنا يعني يتولاها، واحنا معاها ان شاء الله، وحضرتك معاها، وكل الناس وكل حد يقدر يروحها لها يقعد معاها شويه ولا يقول لها كلمه توسيها، اكيد لازم يعمل كده. انا بشكرك جدا. وتاني هقول، انتوا عارفين نفسكم دلوقتي، ولا ليكوا عوزة ولا ليكوا عوزة، ولا هطلع ناديكوا، ولا عايز اعرف انتوا مين، ولا ساكنين فين، ولا اي حاجة خالص. كان ممكن اطلع وادور وانتوا مين وفين، واروح واجيب اساميكوا وكل حاجة، ولا عايز اعرف انتوا مين، لان هي ما ربتناش، بس هي ليها حق علينا، هي ليها حق علينا بقى. اي ام مصريه ليها حق علينا. يعني انا بقول لكم كده وبتخانق مع امي كتير جدا، بس اول ما بقفل التليفون اقول: ايه ده، ايه ده اللي انا عملته ده، ازاي اتخانق مع مامتي كده، ازاي مش عارفه. لكن انا اشوف ان امي رجليها وارمه، دي جالها غرغرينه، رجليها سودة، دم مش واصل، يعني ممكن تقطع رجلها، ويا عيني قاعده وسط تواليت فيران وشقه مش نظيفه، ومش عارفه ولا تاكل ولا تشرب ولا تعمل ولا بتتحرك، ولا ايديها ورجليها مشلولين الشمال عشان جالها جلطه. مفيش حد بيجي يعمل لها علاج طبيعي، مفيش حد. جات النهارده بتقول لي: صابر، واحنا بنصور حبيبي اعدل لي والنبي ايدي احسن مش عارفه اتحرك، مش عارفه تشيل ايديها من مكانها. تاني انا بعلن عن وظيفه اتنين ممرضات، او لو ممرضه عايزه تشيل الشفت كله هتبات اسبوع بره بيتها وتاخد يوم اجازه في الاسبوع، او بنت جامعيه تاخد 4000 جنيه تبقى بتنظف البيت وبتقعد تخدم الست دي وتروح برضو يوم في الاسبوع، او لو يا سيدي هتروح الساعه 9 بالليل، سيب الست على النوم، مع ان انا عايزه حد مقيم. مصطفى مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك، اتفضل. استاذه ريهام مساء الخير. ايوه مساء النور، اتفضل. والله يا استاذه ريهام انا مش عارف اقول لحضرتك ايه على اللي شفته. ممكن بس توطي التلفزيون تسمعنا من التليفون؟ حاضر، مفيش مشكله. تمام كده؟ اتفضل. بص حضرتك، انا مش عارف اقول لك ايه، انا من المنظر اللي انا شفته اقسم بالله اقسم بالله، انا مامتي قعدت تعيط وقاعده منهاره. فانا اي حاجه مساعده اقدر اعملها انا مفيش مشكله، واستاذن حضرتك لو انا بنفسي بكره تقولي لي بس المكان فين وانا اروح انضف المكان كله بنفسي. ربنا يخليك. هي عنوانها فين يا جماعه، عشان برضو نقول للناس اللي عايز يساعدها بحاجه، اللي عايز يروح لها انزلوا بيه على الشاشه. بشكرك يا مصطفى، وانا رساله، يعني انا لو في ناس فعلا هتروح لها وكده انا هحط كاميرا قدام بيتها عشان القن بس درس لاولادها، ان يعني ولا الحوجه،
ان في ناس اكرم منكم وادب منكم ومتربين اكتر منكم بكتير بكتير. يعني واحد ولا ربته ولا عملت له حاجه وعايز يروح ينضف لها الشقه. ام اسلام، السلام عليكم يا ابراهيم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. الله يبارك لك يا حبيبتي. عايزه اقول لك انت ربنا هيكرمك ربنا يخليك كرم ما بعده ولا قبله ولا بعده. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك يا حبيبتي. عايزه اقول لك بس هي لاولادها، هي يعني ما نولدكوش لقمه مره، ما نولدكوش كوبايه ميه، ما شالتهمش في بطنها، ما تعبتش فيكو. الواحد بيتمنى النهارده قبل بكره ان الام تبقى موجوده، ابوس على رجليها قبل ايديها. ازاي يعني انا اسيب امي في المنظر ده وتعبانه بالمنظر ده، وبعدين بعد ده كله ياخد منها الختم ويقول لها انا هعمل لك كعب داير ليه؟ لا، وعمل لها اعلام وراثه فعلا، وهياخد منها الشقه اللي قاعده فيها بقى لها 50 سنه. انا عايزه اقول لك على حاجه، هما فعلا ما يستاهلوش ان هي دي تكون امهم خالص. احنا كلنا ولادها، كلنا احنا نسال عليها، لكن ده ما يتسابش مع الختم ابدا، ولازم يتاخد معاه خطوه ايجابيه، يعني يتاخد منه الختم بتاعها، لازم يتعلموا الادب دول يا مدام ريهام، لازم. ما هي بتقولك بقى بيشتغل كاتب محكمه ولا الختم. وبعدين بعد ده كله انا اربيك تبعت ولادك يشتموني ازاي؟ بتسمح لنفسك تربي ولادك على ايه؟ خلي بالك ان ربنا يعني اللي عمله في امه ده هيتعمل فيه اضعاف اضعافه. ده ربنا قال لك امك ثم امك ثم اخ ثم ابوك. بس عايزه اقول لك ده مش ابنها، ده جوز بنتها. هي بنتها ثلاث بنات وولد. ثلاث بنات طيب وولد، طب الثلاث بنات اربع ايام يتقسموا الاسبوع عليهم. دي بنت، انا اسيب امي بالمنظر ده؟ اسيبها تعبانه كده؟ اسيب بيتها بالقذاره دي؟ دول 7 سنين ما شافوهاش، يعني 7 سنين انا اسيبها والفيران كده تاكل وتشرب مطرح الفيران؟ ازاي؟ انا لو اروح اعمل لها الشقه دي انا ما اتاخرش. احنا هننزل، انا بشكرك جدا، احنا هننزل دلوقتي عنوانها على الشاشه، اي حد عايز. انا قلت اللي انا هعمله، انا هنضف الشقه دي وهدهنها، وزي ما بقول لو سمحتوا دلوقتي اتمنى ان حد يقول لي ان هو هيتعين عندنا. عايزه فيش وتشبيه، وعايزه بطاقه، وعايزه مؤهل جامعي او ممرضه. ومتهيالي ان 4000 جنيه في الشهر ده مرتب كويس قوي 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 على اللي هيتعمل. هويده، ايوه اهلا بيك، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ممرضه، ممرضه قديمه، انا عندي 52 سنه وقاعده في البيت. طيب حلو قوي، عايز تشتغل يعني؟ انا اروح اعمل لها اللي هي عايزاه، انا وواحده برضو صاحبتي برضو ممرضه برضو معايا. خلاص الا الام. خلاص، واحنا كمان هنديكم مرتب لطيف جدا، و واللي انت ولو الموضوع كويس نديكم المرتب اكتر، يعني احنا عايزين بس يبقى في حد بيراعيها صحيا. انا بصي، انا امي ميته، ودي امي الا الام. خلاص، انا كنت شايله امي وابويا في عينيا الله يرحمه الا الام. خلاص يا هويده، ارجعي الكنترول روم، سيبي نمرتك عشان هنعمل زي انترفيو للناس اللي متقدمه للموضوع ده، وهنختار وانتوا طبعا يعني سنك حتى يطمني، انا ما كنتش عايزه برضو بنت صغيره، يعني سنك يطمني برضو، وتبقوا صحاب وتتكلموا معاها وتهزروا معاها. رحت لقيت ماساه، واحده بتطلش، واحده قاعده لوحدها، تصحى من النوم قعدت اقول يا رب يا رب يعافينا يا رب، ممكن عيالي في يوم من الايام يعملوا فيا كده، ابقى قاعده ايديا ورجليا ما بيتحركوش، ومش قادره اقوم من مكاني، وبصحى الصبح كده ولا عارفه انده حد يجيب لي ميه لو عطشانه. عطشانه اقل حاجه. لا مش هقول لكم عطشانه. يعني بتحكي لي الست بتقول لي احنا جينا، هي طبعا ما بتقومش، فبتقضي حاجتها مكانها. فراحوا لقوا ان قضاء الحاجه ده في كل حته. تخيل ان انت قاعد ما بتتحركش، عايز تشرب، مفيش حد يناولك كوبايه ميه، عايز تقضي حاجتك بتعملها مكانك، وتفضل قاعد وتنام مكانك.
انت متخيل ازاي؟ مريم. الو، ايوه اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا وسهلا. انا ممكن اشتغل شغلانه المعلمة؟ ممكن جدا. نجمع دلوقتي، انا بشكرك جدا، ارجع الكنترول روم نلم يا جماعه كل الناس دي بعد بكره لو سمحتوا اللي كلموكوا. ومره تانية بقول 4000 جنيه لاي حد هيقعد، او 2 ممرضات اديهم 2.5 و2.5، يعني 5، عشان يبقى مرتب مجزي ويخلوا بالهم صحيه. احنا هنعمل لها كل التحاليل وهي مكانها، هي مش عايزه تسيب الشقه عشان ما تتاخدش منها، فمش هقدر انقلها مستشفى، لكن هي طبعا لازم تتحجز في مستشفى. هحاول اعمل لها اقصى اللي نقدر نعمله وهي قاعده مكانها، نجيب لها حد العلاج الطبيعي لايديها ورجليها عشان يتحركوا، نعمل لها التحاليل عشان نشوف موضوع السكر اللي مقصر على رجليها ده، عشان ما توصلش لغرغرينا ان احنا نقطع رجليها. هنعمل معاها كل اللي نقدر نعمله. وانتو يعني ولادها ربنا يتولاكم بصراحه، يعني انا مشفقه عليكم جدا. مين؟ ناهد. ايوه اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بيكي يا مدام رايه، اهلا ازيك يا حبيبتي؟ كل عام وانت طيبه. انت طيبه يا حبيبتي. انا بتابع الحلقه وبتابعك على طول، فانا عاوزه ان انا اروح للست دي. انا عندي 49 سنه. عايزه تشتغلي الشغلانه دي يعني؟ انا بصي، انا ست بيت بس ولادي شغالين في النخيل. طيب ولادي شغالين في النخيل. خلاص يبقى تشرفينا بعد بكره. ماشي، يبقى بشكرك جدا، شرفينا بعد بكره في انا اللي هقعد مع الناس دي. ها بعد بكره هكلمهم كلهم وتقول لهم بعد بكره فين والساعه كام، انا اللي هقعد معاهم. عبير. ازي حضرتك يا مدام؟ ازيك يا عبير، عامله ايه؟ الحمد لله، كله كويس الحمد لله. بس بعد اللي شفناه ده مفيش حد بصحه بصراحه، يعني كلهم هيروحوا يجيبوها، بس انا عايزه اعرف العنوان بتاعها بقى في المعادي، عشان بجد انا اروح اجيبها، اروح هنعمل بيها ايه؟ الاكل ده بونا بيتي كده، واقول لها بونا بيتي اكل فران، عشان حضرتك قلتي مهذبه وكنت مهذبه وقلتي التواليت بتاع الفران، لا انا اكله لها، لما اقولها كده بونا بيتي واقول لها كلي بصراحه، يعني ده اقل حاجه. لا سيبك من الفران وسيبك من اكل، بقول لك صحيتي من النوم عايزه تشربي ميه، مفيش حد يديكي ميه، عايز تخشي الحمام مش هيلاقوها، مش قادره تقومي، مش هيلاقوها ان شاء الله، ولا هيلاقي اللي يصب عليه الميه، ولا ال 40 نفر اللي هيمشوا عليه ان شاء الله، هي وبناتها. مش هقول اكتر من ده، الناس هتروح لها والناس هتساعدها من غير ما تروحي تحطي كاميرا. ناس مصر شباب مصر كلهم قلبهم على الست دي، واللي ما عندوش دم عيط، واللي ما عندوش قلب عيط، دول حسبي الله ونعم الوكيل، ومش هيلاقوا حد. مش مهم، مش مهم نعيط، المهم ان احنا فعلا 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 نساعدها. احنا قلبنا، احنا شعب قلبنا طيب، ابنها بيجي هي ما فيهاش طيبه دي على فكره، ده لازم يبقى حد حيوان عشان يعرف يعمل كده. مش هيلاقي متر، والله والله ما هيلاقي متر يتحط فيه، ولا هو ولا اخواته البنات ولا اولادهم. مش هنقول بقى ده انتوا دان، الست عماله تعيط وتقول خايفه من عذاب ربنا عليهم، هم مش خايفين بقى من عذاب ربنا؟ يا جماعه احنا ايه؟ احنا نايمين مش عارفين نقوم، نايمين النهارده والله ما عارفين هنقوم بكره ولا لا. ملايين ايه؟ انا ربيت اخواتي وخايفه من اللي انا بشوفه ده، ان اخواتي يعملوا فيا كده، بس انا عارفه ان اخواتي رجاله. العنوان العنوان موجود اهو، العنوان موجود اهو على الشاشه. طبعا من الواضح من العنوان ان الشقه في حته كويسه وعندها جنينه للشقه، فطبعا كلنا هي مدام رهام، كلنا كلنا شعب مصر كله صدقيها، هتلاقينا عندنا بكره اللي لاقي ياكل واللي مش لاقي ياكل هيروح يعمل للست دي حاجه، صدقيني. بس ولادها حسبي الله ونعم الوكيل، وتقولي لي هي فين في المعادي؟ شوفي انا من المعادي بقى هي مش هتضحك، هي مش في المعادي، هي مش انت قصدك على بنتها؟ قالت لي حضرتك ولا عايز، ولا عايز اعرف عنهم حاجه دول. انا لا، انا عايزه اعرفها بقى ولا عايشه عندنا في المعادي دي، عايشه فين؟ عشان البني ادمه دي ما تستحقش ان هي تعيش اساسا، يعني ربنا يلطف بيهم، ربنا يلطف بيهم، خافوا من ربنا يا بني ادمين، انتوا مش بني ادمين، خافوا من ربنا، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، تترموا نفس الرميه اللي امكم رميها دي، وما تلاقي حد يعبركم. وانا بشكرك وربنا يقومك بالسلامه ويديك الخير كمان وكمان وكمان يا ست الكل. بشكرك، ولو عايزه اي حاجه انا تحت امرك. ربنا يخليكي، بشكرك. على الصفحة الرسمية دلوقتي على الفيسبوك الناس ابتدت تتجاوب كلها على الفيسبوك، مش صفحتنا دي ولا صفحة مين؟ طيب سلام عليكم يا دكتورة ريم، دكترتني ربنا يخليك. أنا بتفرج على حضرتك حاليا مش شايفة حاجة، لو سمعت حضرتك بتقولي إنك هتعملي تحليل أنا ممكن أعمل لها جميع التحاليل مجانا.
خلاص ابعت لنا نمرتك بس على الانبوكس. دكتورة أمل تبعت لنا بس نمرتك على الانبوكس لو سمحتي. وأي على فكرة عايزة بس أستاذة ريهام، أنا خلود طلعت طالبة تمريض أولى جامعة، مستعدة أجي جليس السيدة المسنة وأقرأها على حضرتك سجلتي معاها النهاردة. من فضلكم انا باسم في السوشيال ميديا دلوقتي على الانبوكس، اي حد عايز يجي للشغلانه دي يبعت نمره تليفونه على الانبوكس بتاع صفحه رسميه، حطيته الصفحه الرسميه. طيب اللي مش عارف يتكلم في التليفون دلوقتي يبعت على الصفحه الرسميه على الانبوكس رقم تليفونه عشان نرجع له عشان نعمل انترفيو للبنت او البنات اللي هيجوا يقعدوا مع الست دي. قالت لك انا مش عايزه حاجه، انا نفسي حد يجي يقعد معايا. اكيد نفسها تتكلم مع حد، اكيد نفسها، اكيد نفسها حد يسندها يجيب لها ميه، صحيت جعانه عايزه تاكل، عايز تخش الحمام، عايز تعمل اي حاجه. دي قاعده كده ما بتحركش ولا ايديها ولا رجليها، وحاطه رجليها قدامها وارمه جدا وخلاص، هي دي حياتها. استاذه ريهام انا اقسمت عليكي بالله وانا عايزه اروح اخدمها واحميها واعمل لها كل حاجه، ومش عايزه ولا جنيه، اقسم بالله ولا جنيه، بس مش هبات عشان امي مريضه مش هقدر اسيبها، هكون تحت رجليها طول اليوم، اديني فرصه انا عايزه اخدمها. العنوان موجود على الشاشه يا جماعه مره تانية، عنوانها موجود على الشاشه، اي حد عايز يروح يساعدها. انا مش هبقى انانيه واحتفظ بالثواب لوحدي. فالناس حتى اللي عايزه تبقى، احنا لينا الشرف ان حتى احنا من جيوبنا الشخصيه نساعدها، لان دي يعني حاجة حتى تخلي الواحد يطمن انه لما يكبر في السن يمكن يلاقي حد يقف له زي ما احنا وقفنا لها. ما دايما اقول لكم كلمتي الشهيرة، اللي يعمل خير هيلاقي خير، وهو مش سلوجن كده بقوله في البروموهات، فعلا اللي بيعمل خير بيلاقي خير. لما بيحصل لي اي مشكلة وحتى انا ابقى غلطانة فيها او وربنا ينجيني، اقول اكيد اكيد دي من الحاجة اللي عملتها، مش كده ببقى واثقه اني هطلع منها. فهي نفس الحكايه، اي حد هيشترك في الموضوع ده فعلا 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 هيبقى واثق ان في يوم من الايام لو ربنا اراد انه يبتلينه يتبهدل كده من عياله ولا من اهله ولا من قله الرزق، ولا هيلاقي ناس تقف له اكيد. نعمه نعمه، ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. انا بس كنت عايزه اقول لاولاد الست دي بجد والله حسبي الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم منهم اشد انتقام. انا مش متخيله، انا عندي ابني مالك عنده سنه كان بياكل لما حضرتك كنت مشغله الحته بتاعت الست ديت، ساب الاهل راح عند التلفزيون قاعد يعيط، يعني سنه يعني لسه ما يفهمش اي حاجه حتى كمان، بجد مش فاهمه فين قلبهم ان هم يعملوا كده في امهم. انا والدتي مش متخيله يوم يعدي عليا ما اروحش اطمن عليها او اكلمها. انا ليا صحابي مامتهم يعني امهاتهم حياتهم وقفت تماما تماما، يعني حتى مهما نحاول نقربهم من اللي هم فيه دوت مفيش، حياتهم واقفه، حاسين ان هم خلاص راحت منهم كل حاجه في الحياه. هم بجد عندهم قلب زينا يعني، بيحسوا يعني قلبهم دوت مش عارفه ازاي سايب مامتهم بالحاله ديت وعايشين حياتهم عادي يعني. ما لو بيدوها ترامادول يبقى هما بياخدوا اسفت من الترامادول ومش حاسين بحاجه. بجد حد الله نعم الوكيل فيهم، انا بجد لو اروح ازور في حاجه والله اعتبرها زي امي واكتر، بس بجد والله ربنا ينتقم منهم اشد انتقام يعني على اللي هما بيعملوه ده. انا بشكرك جدا، فضلكم عنوان الست مره تانية لاي حد عايز يساعدها او يقعد معاها او يعمل لها حاجه قبل ما احنا نتدخل. احنا هنحتاج 48 ساعه عشان نكلم شركه نظافه ونكلم نقاش ولازم اطمن عليها، عشان انا لو دهنت لها البيت ممكن هي ما تستحملش ريحه الدهان. يعني ما فكرتش الحقيقه، الكلام ده كان الساعه 7 الصبح النهارده وكملنا شغل لغايه دلوقتي، فما ما 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 فكرتش، لكن طلعت قلت خلاص دي امانه وصلت لنا، ده ربنا وصل لنا امانه، قال لي خدي اتفضلي. ما ينفعش خالص نتخلى عنها ولا انتوا تتخلوا عنها. زي ما بقول لكم انا عايزه ادي رساله للولاد دول، اقول لهم يعني لو انا مش على التلفزيون كنت قلت كلام كتير قوي والله، بس ولا ليكوا لازمه ولا عايزين منكم حاجة،
وكاتب المحكمة ده بقى انا بقول لك يا انا يا انت، اصلي انا يا انت يعني يا الحق يا الباطل، ونشوف مين اللي هيكسب. نجلاء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكي. ازيك يا استاذة ريهام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله، والله انت منوره السوشيال ومنوره الدنيا كلها. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا استاذة ريهام، ربنا يخليكي. استاذة ريهام، بقول لحضرتك انا بالنسبه للست دي، لو سمحتي واخد الشاشه شويه. بس حضرتك والله انا اقسم بالله اقسم بالله انا مش عايزه ولا جنيه خالص خالص. انا معايا اتنين بنات حضرتك، ومعايا بنتها كبيرة، يعني هي ممكن تقدر ترعاها لأني أنا بشتغل، وأنا هقدر أرعاها بعينيا الاثنين زيها زي مامتي بالظبط. ربنا يخليكي. أنا وحياة ربنا وحياة ربنا، ده مش سلام، وهتولناها من ناحية علاج، من ناحية أكل، من ناحية شرب، من ناحية نظافة، كأني ماما هي اللي قاعدة معايا. ربنا يخليكي. وعمري ما والله العظيم وأنا بتكلم وربنا هيشاهد ويكيل على كلامي. أنا بشكرك جدا. عايزة ليه عملتها شغلانة؟ عشان احنا شعب عاطفي، يعني هنشوف الحاجة نتأثر فنروح مرة واتنين وتلاتة، وبعدين بعد كده مش ننسى بس نتشغل او يجي لنا حاجة تانية. عشان كده انا مصممة انها اي حد عايز يروح يساعدها ويقعد معاها وبتاع، نحسسها ان مصر كلها امها، لكن لازم يكون في حد مكلف بمرتب شهري انه يقعد معاها. انا مصممة على هذا. هبة، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك استاذه ريهام، حضرتك منوره الدنيا. ربنا يخليكي يا حبيبتي. بقول لحضرتك انا تمريض. ايه، اتقطعت السكه؟ طيب لو هي عايزه تشتغل خدوا نمرتها ونقابلها بعد بكره ان شاء الله. طيب انا هختم الحلقه، وعايزين عنوان مامتنا كلنا لو سمحتوا على الشاشة، وبكرة هستنى انكم تروحوا لها. انا كان نفسي اعمل مداخلة بسيطة مع الست اللي هي دلتنا عليها، بصراحة اشكرها. يعني الست دي في الاخر رحت لقيتها قاعدة معاها وجايبة لها التلاجة والغسالة والسخان، ورفضت انها تطلع في التلفزيون، يعني رفضت انها تقول اللي عملت وانا اللي سويت، وهي اللي اتصلت بينا وقالت لنا تعالوا الحقوها، وقد ايه جميله. يعني انا بشكرها جدا جدا، وانا ماشيه كانت حريصه جدا على سرعه المساعده، وقالت لي هتذيعي امتى؟ قلت لها بصي هنعمل قط وفار، هنذيع النهارده، هنذيع الثانيه دي، واحنا كلنا يعني لغايه دلوقتي انا عايزه اقول لكم انا مش شايفاكم من التعب، بس قررنا ان لازم نساعدها في اسرع وقت ممكن، وما كناش محتاجين حد، بس انا محتاجه احساس معنوي، يعني محتاجه ان احنا كلنا نقول لها يا ماما، بس مش عايزه حد يديها فلوس يعني اي حاجه. انتوا عايزين تعملوها لها طبعا اعملوها لها، لو في طبيب شايفني يروح يشوف الغرغرينه اللي في رجليها دي، لو في دكتوره تروح تزورها، لا يعني اي حاجه تعمل الست دي متاكده ان ثوابها مختلف، مختلف جدا جدا جدا. فالست اللي ودتنا النهارده دي، اللي شافت البوست على الفيسبوك، اهل الشارع عملوا بوست على الفيسبوك، فالست دي راحت ورعيتها، بتديها اكل وحمتها من التواليت اللي كان فيها، وجابت لها غساله وتلاجه، يعني عرفتوا توصلوا لها ولا ايه؟ يعني ايه؟ مين انت؟ فين؟ طيب في نقاش اتصل عايز يتبرع بانه يدهن البيت ببلاش، ومش عايز يظهر على الكاميرا ولا عايز يتكلم. انت فوق راسي من فوق، النمر دي ما تضيعش بقى. بيقولوا لي دلوقتي الست اللي احنا قابلناها النهارده دي بتروح لها وكده، لكن هناك رجل انا ما اعرفش بقى ده هيبقى جوزها ولا باباها ولا ايه، هو اللي متكفل بالست دي. امال ايه؟ ايوه، والست دي ايه؟ مكان ايه؟ مش عارف. انا رحت لقيت ست قلقانة عليها جدا، هم دلوقتي بيقولوا ان في راجل اصلا متكفل بيها، معرفش يقرا بايه للست دي. انا هم كعيلة يعني اللي عملوا الموضوع ده محترمة جدا جدا جدا،
وعايزين توصلوا للراجل ده نكلمه برضو نشوف وصل لها ازاي. فمرة تانية العنوان على الشاشة لو سمحتوا. طبعا زي ما انتوا شايفين اهو في الماظة والمرغني، فشقة في مكان كويس، فعملوا فيها كده عشان الشقة. مش قادرة اصدق، مش قادرة اصدق بجد. مين؟ ايه؟ مي اللي قابلتني النهارده. ازيك يا مي؟ ازي حضرتك؟ بنت استاذ محمود. اه كده الرؤيه وضحت. اخبارك ايه؟ انا بحب تمام اشكر، الحمد احب لله. اشكرك لان عشان يعني اديتينا الشرف ده، ومبسوطه قوي ان في ناس. انت ما رضيتيش النهارده تظهري على الكاميرا وما رضيتيش تتصوري، فيعني حتى قلبك خالي من الرياء تماما. فبحب اشكرك قدام كل الناس وبقول لك ميرسي انك اديتينا الفرصه، انا والناس كلها اللي هتروح لها وتعمل لها كل حاجه. انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. انا بشكرك ان انت تعبتي نفسك لما تيجي. انا كل اللي كان فارق معايا فعلا، انا بنزل مع الدكتور دي منهاره عاجزه مش قادره اعملها اكتر حاجه اعملها لها. ففكرت في حضرتك لان انا عارفه انك ما بتديش الحالات دي. انا فعلا مش عارفه حاجه غير ان انا اشوف الست دي كويسه، لانها فعلا مكسوره واتظلمت وولادها دول منهم. لما انا اللي شفت وانا اللي رحت بعد لما اكتشفت يلا فكره تشرب عشان ما فيش حد يدخلها الحوارات، وفي الاخر اضطرت انها تعمل شعارات على نفسها. حد من جيرانها كتبت في نص على الفيسبوك، انا طرت، هي قريبه مني، انا شكلها مش احمد فخري، انا طرت عليها ما استنتش، حتى ما استنتش حد، ما استنتش بابا، جريت ما قدرتش. انا وصلت عندها، انا انهارت لما خرجت من عندها. يعني ركبت عربيتي منهاره، ازاي في مش هما مش بني ادمين ما لهمش توصيف يسيبوا امهم بالمنظر ده؟ انا بشكرك جدا جدا، وبجد هقول الكلمه بتتقال انش بس هي حقيقيه. بشكرك ان ربنا يكتر من امثالك، وكل الثواب اللي احنا هناخده ده انت هتاخدي منه برضو، لان ده على الخير كفاعله، وانت دلتينا على الخير، فبشكرك جدا جدا. هقابلكم بكره وانتوا بتعملوا خير، وهقابلكم بكره وانتوا عند الست دي، وهقابلكم بكره في حلقه قويه جدا من صبايا الخير. وبشكركم وبقدركم وفخوره جدا ان نوعيه مشاهدين برنامجي يقال عنهم ان هم الطبقه البسيطه، ولكن هي الطبقه العظيمه. اشوفكم بكره وتصبحوا على خير.